في دليل يعني التحرك الكثيف ديال الدبلوماسيه المغربيه، الملاحظ هو انه اخيرا جبهه البوليساريو كتقوم بواحد النوع من الاستفزاز العسكري خصوصا مدينه سماره. يعني انت كمتتبع، ما هي قراءتك لهذه الاحداث؟ انا قراءتي في الاحداث على انه اولا هذه الطريقه اللي هي طريقه حقيقه بالنسبه للبوليساريو، واصبح اليوم في خندق اسود، ويعني كانه يعني فقد الافاق وفقد حتى لا بيرسبكتيف. من يقوم بقتل ابرياء اولاد عمو يقتلهم في السماره يعني بالقنابل، وهذا هذا معناه انه ماشي اتجاه عكس ما يطلبه اولا الحال وما تطلبه الامم المتحده. لان الامم المتحده شنو تطلب؟ تطلب ان يكون هناك حل يرضي الجميع، معناها النقاش ماشي القرطاس. القرطاس ماشي هو اللي يحل المشكل، القرطاس لا يمكن له ان يكون هو الحل. الحل هو يعني احترام بعد كاع الروح البشريه اللي قدسها الله، وثانية البحث عن سبل حقيقية من أجل مثلا أن يكون هناك حل لهذا المشكل اللي هو حقيقة له 50 سنة.